السلام عليكم، معكم مريم من شركة باركومار. هي شركة مختصة في الكوسميتيك ناتوريل. منتوجات ديالنا كلهم طبيعيين، منتوجات مغربية 100%. اليوم أنا معكم باش نقدم لكم جوج الوصفات. هاد الوصفات غادي يخليكم تخرجوا ام تي بو من ليتي وتحاولوا تريباريو لي ديغا ديال الشمس على لا بو ديالنا وعلى الشعر ديالنا. دونك الوصفه الاولى هي عباره عن غوماج كنديروه بور لو كور بور لو فيزاج. سي ان غوماج اللي يقدر يخليكم تحيدوا توت لا بو مورت، تحيدوا لو ريست ديال لويل ديال لو برونزاج لي كريم، ويرجع لا بو ديال كيغدي لا بو ديالكم ويرجعها دوس، باش اوسي باش تبريباريوها ليفير. دونك بور الوصفه الاولى، المكونات ديال هاد الوصفه هادو مكونات اللي كنلقاهم في اي دار في اي كويزين مغربيه. عندنا السكر سمول، كنصحكم باش تاخذوا السكر يكون شويه فان. المكون الثاني هو زيت ارغان، زيت مغربيه 100%. والمكون الثالث هو العسل. دونك ناخذ جوج المعالق ديال السكر السنيده، وانا كنعطيكم جوج المعالق ولكن تقدروا تزيدوا على حساب لا كونتيتي اللي بغيتوا ديروا. من بعد كنزيدوا الزيت دارغان، ثلاثه المعالق، تنخلطو مزيان. كنزيدو معلقة ديال العسل. العسل راه معروفة هي منتوج كيغدي البشرة وكيحيد منها لي سيكاتريس الا كانت شي جرحات ولا شي حاجه. كنخلطو مزيان، كنخليوه يرتاح واحد شويه، خليوه يرتاح واحد تقريبا واحد نص ساعه حتى ساعه قبل ما ندخلوا للحمام ولا قبل ما نمشيو ناخذوا الدوش ديالنا. هاد الوصفه اللي قدمت لكم اليوم تقدروا تحافظوا عليها في الثلاجه، تقدر تبقى ان سيمين، غير هو ديروها في واحد في انتي بواط اللي كتسد مزيان. هاد الوصفه كتلقاوها عندنا عند مولود وفاطمه. حنايا كنقدروا نزيدوا عليها ان كونسيرفاتور ناتوريل هو لا فيتامين او، لان باش تقدروا تشريوها ايتو نتوما بيان سور كتحافظوا عليها عندكم في الثلاجه. فوالا هذا هو لو برودوي ديالنا. وكنتمنى هاد الوصفه انها تعجبكم. دابا ندوزو للوصفه الثانيه، من بعد ما اعتنينا بالجسم ديالنا ندوزو للشعر ديالنا. دونك هاد لو سوان اللي غادي نقدم لكم اليوم كيحيد كيرجع لي شوفو لا سوبليس ديالهم وكيغديهم، لان يا كو دي برودوي اللي كيغديو الشعر ديالنا. هاد لو سوان خصنا نديروه واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه قبل ما نغسلو شعرنا. بيان سور توجور لي برودوي اللي فيه لي برودوي اللي عندنا في لا كويزين ديالنا. عندنا صفر ديال البيضه، زيت ارغان والعسل. دونك كنستعملو صفر ديال البيضه، كنستعملو شويه ديال زيت ارغان، كنخلطو مزيان. زيت ارغان كنديروه على حساب لا لونغور ديال لي شوفو ديالنا. الا كان عندنا الشعر قصير كنديرو غير شويه، الا كان عندنا الشعر طويل، لان هاد لو ماسك كنديروه من لو كور شوفولور حتى لي شوفو ديالنا. وكنزيدو عليه ان بو دو ميل. ا
انا اون جينيرال هاد لو ماسك كنزيد فيه قطيره ديال الخل الابيض باش ما كتبقاش ديك الريحه ديال البيض في الشعر. دونك النتيجه ديال لو ماسك ها هي. و اون كومونس على ابليكي في الشعر، كنحلوا الشعر اي اون لابليك بشويه بشويه حتى كنهبطوا حتى للخر ديال الشعر، وكنخليه واحد ربع ساعه في شعرنا. هاد لو ماسك كيغدي الشعر، وغادي تشوفوا غادي يرجع له الحيويه ديالو واللمعان ديالو. مولودي فاطمه كتصيب بيان سور دي ماسك اخرين للشعر اون بليس دو هذا، كاينين اوسي دي ماسك اللي كنقدروا نستعملوهم ابخي لو شامبو، حتى هما كيعطيونا نفس النتيجه، كيعطيونا لا سوبلاس، كيعطيونا اللمعان ديال الشعر، وكيغديو الشعر ديالنا. كنتمنى ان هاد الوصفات نال الاعجاب ديالكم. ومنتوجات ديال مولود فاطمه تقدروا تلقاوهم بيان سور في لو سيت انترنيت mouloudfatima.com. تقدروا تختاروا في لو سيت، تختاروا لي برودوي لي بغيتو، ولا ليفريزون سور طو لو ماروك بيان سور على لترانجي اوسي. كاينين اوسي عندنا لي بوين دو فونت ديالنا، كاينين في لي زايروبور ديال المغرب، كاينين في موروكو مول في انفا بلاس سور كازابلانكا، في لو مول دو رابا اوسي. On est présent sur quelques gares et très prochainement sur la grande distribution, Inch'Allah.